سيواجه فريق الوداد الرياضي نظيره ماميلودي سانداونز الجنوب الإفريقي في مباراة الذهاب في النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويحل فريق نادي ماميلودي سانداونز ضيفا على نادي الوداد الرياضي ضمن مواجهات المربع الذهبي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. واستطاع الوداد تجاوز عقبة سيمبا التنزاني في الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق الوداد بعد التعادل الإيجابي هدف مقابل هدف في مجموع المباراتين ذهابا وإيابا. وسيواجه فريق الوداد نظيره ماميلودي سانداونز يوم السبت 13 ماي 2023، والتي لم يتم إعلان عن توقيت المباراة وحكم المباراة بعد، وسوف يعلنه الكاف خلال الأيام القادمة المقبلة إن شاء الله. وستقام المباراة على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، وسوف يتم نقل أحداث المباراة على قناة بين سبورت القطرية. نتمنى التوفيق للفريقين.